أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك؟ قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم. وعندنا في الشريعة الإسلامية أن الواجب إذا تعارض مع المسنون ولا يمكن تحصيلهما جميعا فإنه يقدم الواجب على المسنون. فإذا كنت أنت في صلاة نافلة ثم نادتك أمك أو ناداك أبوك مثلا فتنظر، فإذا كان النداء يعني لأمر يسير ولا يعلمان بأنك تصلي، تسبح أو تقرأ شيء من القرآن أو ترفع صوتك بشيء من القرآن فينتبهان على أنك تصلي فيكفان عن ندائك. أما إذا كنت تعتقد بأنه أمر واجب ورفعت صوتك بالقراءة وكرر النداء فالواجب عليك قطع الصلاة. وعندنا قاعدة فقهية أيضا: جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها، وهذا قول جماهير أهل العلم. فإذا دخلت في نافلة وأردت قطع النافلة يجوز حتى ولو لم يكن لسبب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولذلك يقولون بأن الإنسان إذا شرع في النافلة جاز له أن يقطعها ولو كان لغير سبب. فكيف إذا كان ثم سبب وهو نداء الوالدة؟ ولأجل هذا يتنبه الإنسان، وهذا يدلنا على عظم بر الوالدين وعلى أن الاستجابة لنداء الوالد لنداء الأم أو الأب واجب يقدم على المسنون.